بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الثالث عشر قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: الدليل الثالث عشر، أي من أدلة تحريم موالاة الكفار، قوله تعالى في آخر سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا نهي من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، من الخطاب للمؤمنين. لا تركنوا، والركون هو الميل، أي لا تميلوا ولا تنحازوا إلى الذين ظلموا وهم الكفار. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ظلموا بالكفر، والكفر هو أعظم الظلم، والشرك أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالمشركون لما وضعوا العبادة في غير موضعها، فعبدوا غير الله، صاروا ظالمين، وهذا هو أعظم الظلم. كذلك الكفر، الكافر حيث إنه كفر بالله عز وجل ولم ينقد لشرعه فإنه ظالم، لأنه وضع الانقياد والعبادة إلى غير الله عز وجل وأسلم لغير الله. هؤلاء هم الذين ظلموا، الكفار والمشركون مراد بهم في هذه الآية. فتمسكم النار، هذا وعيد شديد وبيان لعقوبة من فعل هذا، لأنه تمسه النار بمعنى أنه يعذب فيها ويمسه عذابها وحرها. ولا شك أن النار إنما أعدت للكافرين والمشركين، وقد يدخلها بعض عصاة المؤمنين مؤقتا، يدخلونها مؤقتا بقدر ذنوبهم، وأما الكفار والمشركون فيدخلونها مؤبدا، دخولا مؤبدا. هذه واحدة، تمسكم النار، هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية: وما لكم من دون الله من أولياء، أنكم لجأتم
إلى ولاية الكفار، والواجب أن تكون ولايتكم لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمن ولايته لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، ولا يتخذ الكفار أولياء ينحاز إليهم ضد المسلمين ويركن إليهم بقلبه ويركن إليهم بفعله ويركن إليهم بانتمائه. فالركون يشمل كل هذه الأمور، ركون إليهم بالقلب، ركون إليهم بالأعمال بأن يناصرهم ويؤيدهم، ركون إليهم بالولاء والانتماء ينتمي إليهم. فكل هذه تدخل في الركون إلى الذين ظالموا، فيخرجون من ولاية الله. من ركن إلى الذين ظلموا، هذه العقوبة الثانية، فإنه يخرج من ولاية الله عز وجل ويكون من أولياء الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العقوبة الثالثة: ثم لا تنصرون. هذا عكس ما يريده الذين يركنون إلى الكفار. الذين يركنون إلى الكفار يريدون النصرة، يريدون أن الكفار ينصرونهم. الله جل وعلا يعكس عليهم مرادهم، فالكفار لا ينصرونهم لأنهم أعداؤهم، والله لا ينصرهم. إذن انطلقت أيديهم من الله وانطلقت أيديهم من المؤمنين، وتخلى عنهم الكفار. كيف الإنسان يركن إلى عدوه ويتعرض لهذه العقوبات المفزعة؟ فإذا كان كذلك فالمؤمن يركن إلى المؤمنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ينتمي إلى المسلمين ويكون معهم في الضراء والسراء ويصبر، ولو أصابه ما أصابه ومسه ما مسه يصبر على دينه، ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من النصر، بل ينتظر الفرج من الله عز وجل. هذه صفة المؤمنين. أما صفة المنافقين وضعاف الإيمان فإنهم عند الشدائد وعند الهزات يركنون إلى أعدائهم. وهل ترجو من عدوك أن ينفعك وأن ينصرك؟ أبدا، لا يمكن إلا إذا وافقته على دينه. إذا وافقته على دينه صرت مثله فإنك حينئذ تكون من الكافرين، وأن تزعم أنك مؤمن. فهذه الآية فيها خطر عظيم في الميل إلى الكفار والركون إليهم، وأن المسلم يعتز بدينه
يعتز بدينه ويصبر على ما يصيبه ويتخذ الكفار أعداء، لا يتخذهم أعوانا له أو أنصارا له، يتخذهم أعداء، ولا يمنع هذا أن يتعامل معهم بالمعاملات المباحة، البيع والشراء، لا يمنع هذا، إنما الكلام أنه ينضم إليهم في دينهم وعقيدتهم ومحبتهم ومناصرتهم على المسلمين، هذا هو الممنوع. أما أنه يتعامل معهم بالمباح فهذا أمر لا بأس به، وليس هذا من الركون إليهم. فنحن إذا اشترينا منهم أسلحة أو ذخيرة أو استوردنا منهم بضائع أو تعاملنا مع مصانعهم واستوردنا من منتوجاتهم، هذا لأجل منفعة المسلمين وهم من أمور الدنيا، ولا يدخل في الركون إلى الذين ظلموا. ونحن لا نأخذه منهم بالمعروف، معروف منهم، وإنما نأخذه بالثمن، نأخذه بالثمن والقيمة، فليس لهم علينا فضل في هذا، ندفع لهم القيمة، ندفع لهم الثمن، ليس لهم علينا في هذا فضل. نعم. الدليل الثالث عشر قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره. لم يفرق، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولم يقل إلا في حالة كذا وكذا، لم يستثني إلا المكره في آية النحل، في آية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره يتخلص من الإكراه ويدفع الإكراه بموافقتهم على شيء في الظاهر في من أمور الدنيا مداراة لهم، أما في أمور العقيدة والدين فلا يتنازل عن شيء، لكن من أمور الدنيا أو إظهار الموافقة لهم فيما لا يمس الدين من أجل دفع الإكراه، هذا لا بأس به، إلا من أكره بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما من وافقهم بظاهره وبقلبه هذا كافر، أما من وافقهم بظاهره دون قلبه فهذا إن كان غير مكره فهذا لا يجوز، هذا من الركون إليهم، وإن كان مكرها جاز له ذلك من باب الرخصة، من باب الرخصة. الرخصة تتقدر بقدرها ولا يزاد عليها، فإذا زال الإكراه عاد الإنسان إلى التمسك بدينه والاعتزاز بعقيدته وعدم المساومة على شيء من أمور دينه. إن كان يريد النجاة ويريد السعادة يريد الآخرة، أما الذي يريد الدنيا فإنه يشتريها بأي ثمن، الذي يريد الدنيا يشتريها بأي ثمن ولو بدينه، أما الذي يريد الآخرة فإنه يبيع الدنيا من أجل دينه، يبيع الدنيا من أجل دينه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن،
ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالمسلم يبيع دنياه من أجل دينه سلامة دينه، والمنافق يبيع دينه من أجل دنياه. نعم. ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، حتى ولو خاف منهم مجرد الخوف لا يبيح له أن يركن إليه، فليصبر ولا يخاف إلا الله عز وجل. إذا خاف منهم سلطهم الله عليه، لكنه إذا خاف من الله منعهم منه، إذا خاف من الله منعهم منه، وأما إذا خاف من غيره سلط الله عليه ذلك الغير، هذا شيء معروف. لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان، قوة عقيدة. نعم. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا؟ كيف بمن تجاوز الركون إليهم في حالة الخوف إلى أن اتخذ الركون إليهم دينا؟ يقول هذا من الدين، والدين لا يمنع من الناس، كلهم بنو آدم، الإنسانية، أخواننا في الإنسانية، وحرية الأديان، كل له دينه، وهكذا يقولون. يعني معناه ما هنا ولا برا، ولا هنا فرق بين الحق والباطل. هذه فكرة الآن ينادى بها، وأصلها نابعة من الكفار، وروجها بعض الجهلة من المسلمين أو المنافقين، روجوا هذه الفكرة أنه يجب أن الإنسانية تكون متآخية، وحرية الأديان، كل يعتقد ما يشاء، ولا حجر على الناس في أديانهم، ولا وصاية على الناس. هذه فكرة خبيثة. إذن لا حاجة إلى القرآن، ولا إلى السنة، ولا إلى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حاجة إلى هذا، على هذا الرأي وعلى هذا القول. نعم. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا؟ رأيا يقول هذا هو السياسة، وهذا هو الرأي الحسن، واللي يتشدد ويمنع من موالاة الكفار هذا من المتطرفين ومن المنحرفين والغلاة وما أشبه ذلك، هذا غلو وإفراط وتشدد إلى آخر ما يقولون. لكن المؤمن لا يهمه هذا، المؤمن لا يلتفت إلى هذه الأقوال، لأنه على حق يصبر على دينه، وهذه الأقوال إنما تضر أصحابها ولا تضر المؤمنين شيئا. نعم. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا؟ وأن الذي ما يركن إليهم ما عنده رأي، يقولون اللي ما يركن إليهم ويميل إليهم ويتخذ عندهم يد، يتخذ عندهم يدا، حيث أنهم إذا ظهرت قوتهم صير له يد عندهم إذا تغلبوا على المسلمين، لأنه ما يحسن الظن بالله عز وجل. فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، ينتصر الكفار على المسلمين، فنكون قد تعاملنا معهم في الأول ووثقنا الصلة معهم فلا يضروننا، لأنهم لا يحسنون الظن بالله، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم
قوما بورا هالكين. هذا هو سوء الظن بالله عز وجل. من ظن أن الله لا ينصر دينه وأن الله يديل الكفر على الإيمان إدالة مستقرة مستمرة فقد ظن بربه ظن السوء، وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. نعم. دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي. أي نعم، انضم هذا من الركون إليه، يعينهم بالمال ويعينهم بالرأي والتخطيط، هذا من الركون إليه. نعم. وأحب زوال التوحيد وأهله. هذه عاد مصيبة كبرى، إذا أحب زوال التوحيد وأهله وانتصار الكفر لا شك في ردة هذا، لا شك أن هذا مرتد والعياذ بالله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من كره التوحيد وكره دين الله وأحب ما عليه الكفار فهذا كره ما أنزل الله، فهو مرتد عن دين الإسلام بنص الآية الكريمة. نعم. وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا أعظم الكفر والركون. نعم نعم. الدليل الرابع عشر قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الدليل الخامس عشر من تحريم موالاة الكفار، الرابع عشر أو الرابع عشر، هذه الآية، هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، والذي يكفر بالله بعد إيمانه هو المرتد بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ارتد عن دينه وصار كافرا، بل هو شر من الكافر الأصلي. المرتد شر من الكافر الأصلي، ولذلك يقتل، يقتل المرتد حدا لأنه متلاعب بالدين، فقتله من أجل حماية العقيدة وصيانتها من التلاعب في أن يدخل بالإسلام ثم يرتد عنه. فمن دخل بالإسلام عن اقتناع وعقيدة فإنه لا يجوز له أن يرتد عنه، إنه اعترف أنه حق، ما دخل فيه إلا وقد اعترف أنه حق، فإذا ارتد عنه فقد كذب بالحق، لذلك لا يصلح للبقاء لأنه متلاعب، تلاعب بدين الله عز وجل، فيقتل. حد المرتد أنه يقتل إن كان له شبهات أو له أسباب أو جاهل أو هو جاهل، فإنه يناقش ويستتاب ليزول عذره، يزول عذره، عذر الجهل أو عذر الشبهة، أو إن كان مكره يعرف أنه مكره، فالمقصود أنه يناقش ويستتاب لأجل يزول عذره. فإن أبى أن يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل،
إذا أصر على الردة فإنه يقتل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه جملة معترضة، ما بعد جاء الجواب من، ما بعد جاء إلى الآن. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا جواب من أو خبر المبتدأ، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إيش السبب؟ ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان، هذا هو السبب. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو السبب. استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ارتد عن دينه من أجل طمع من الكفار، ينال من أجل أن ينال طمعا من الكفار، ارتد عن دينه فآثر الحياة الدنيا على الآخرة، آثر الحياة الدنيا على الآخرة من أجل أن ينال طمعا أو وظيفة أو أي طمع من أطماع الدنيا، فارتد عن دينه من أجل ذلك، تحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أما الجملة المعترضة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا استثنى من هذا الحكم، وأن المكره لا يدخل في هذا الحكم، والمكره هو الذي ليس له حيلة للتخلص من أذى الكفار، إما بأن يقتلوه أو يضربوه أو يقتلوا ولده أو يعتدوا على حرماته، هذا هو المكره. فيدرأ الإكراه، بأن يوافقهم في الظاهر إذا قالوا له قل كذا كلمة أو كلمات من كلمات الكفر يقولها بلسانه دفعا للإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فهو يقول بلسانه فقط، وأما عقيدته في قلبه فهي باقية، ويقوله من أجل دفع الإكراه لا من أجل نيل طمع من مطامع الدنيا، لأن لا يقتلوه أو يضربوه أو يعذبوه، هذه رخصة. ولو صبر، على الإكراه فله أن يصبر ويكون هذا أعظم أجرا، لكن ما كل الناس يصبرون. الله رخص لمن أكره أن يتخلص من الإكراه بالكلام بلسانه. وسبب نزول الآية كما صح في الحديث أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذه المشركون وآذوه أشد الأذى وهددوه وقالوا لا نخلي عنك حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم إلى ما يقولون بلسانه، خلل سبيله، ثم حصل عليه الندم الشديد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه مما حصل منه. وهذا شأن المؤمن، جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم لينفذ عليه ما يريد من الحكم الشرعي بسبب موقفه من هذه القضية، جاء معترفا تائبا إلى الله عز وجل.
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني فهذه رخصة باقية وعامة لكل من وقع في حالة مثل حالة عمار، فله أن يتخلص من الإكراه بالظاهر لا بالباطن. وهذا كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة في الظاهر. فآية آل عمران مثل آية النحل، سواء بسواء، إباحة تخلص من الإكراه بموافقتهم في الظاهر دون الباطن. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين طبع الله، من كفر بالله من بعد إيمانه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الخاسرون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون. طبع الله، والطبع معناه أن يختم على القلب، معناه أنه يختم على القلب فلا يقبل الهدى بعد ذلك، عقوبة شنيعة. فالمرتد إذا لم يتب إلى الله يطبع الله على قلبه فلا يقبل الهدى بعد ذلك، عقوبة له. وهذا أشد من كون يقتل أو يحرق أو يعذب، إذا طبع على قلبه فهذا أشد من عقوبة الدنيا. نعم. فأولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر. نعم. وهذا هو المرتد، لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه. نعم. أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا. نعم. وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه. نعم. وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر. هذا كله على قوله من كفر بالله. إيش معنى كفر بالله؟ هي جميع هذه الأمور، وهو غير مكره، وهو غير مكره، طمع في الدنيا، طمع في كذا، طمع في إيثارا للعيش بسلام معهم إلى آخر المطامع، هذا لا يعذر فيه أبدا، لا يعذر فيه. نعم. وسواء كان حتى ولو في الظاهر، ولو وافقهم في الظاهر، ما دام ما وصل إلى حد الإكراه هو لا يجوز له يوافقهم لا في الظاهر ولا في الباطن. نعم. وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر. نعم. لأن الردة أنواع كثيرة، نواقض الإسلام أنواع كثيرة، منها ما هو قولي، ومنها ما هو اعتقادي، ومنها ما هو عملي، ومنها ما هو شك في القلب. أنواع الردة كثيرة جدا.
ومن ارتكب شيئا منها وهو غير معذور فإنه يكفر، سواء فعلها في الظاهر أو فعلها في الباطن أو فعلها خوفا منهم ولم يصل إلى حد الإكراه أو فعلها من أجل طمع الدنيا، ما يستثنى إلا المكره فقط. فالردة لا يستثنى فيها إلا المكره بشرطين: أن يكون هذا في الظاهر فقط، وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يتخلص من الإكراه إلا بهذا، لا يتخلص من الإكراه إلا بهذا الشيء، فهذا مستثنى ومرخص له لأنه لم يرتد عن دينه، وإنما فعل ما فعل لأجل دفع الإكراه فقط، وإلا فهو مسلم ومؤمن. نعم. وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا. نعم. وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره. إلا المكره، إلا إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه فإنه يرخص له أن يوافقهم في ظاهره فقط لا في قلبه. نعم. إلا المكره، وهو في لغتنا المغصوب، في لغة العوام يعني المكره المغصوب. نعم. فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم، في الظاهر هذا شرط، أن يوافقهم في الظاهر لا في الباطن. الشرط الثاني أن لا يتخلص من الإكراه إلا بهذا الشيء. نعم. وهذا ما يسمى بالمداراة، يسمى المداراة. نعم. أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. يمكنه. أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. أي نعم. جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. أي ثابتا عليه معتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. نعم، الموافقة بالقلب لا تجوز، ولا حتى ولو أكره لا يجوز له أن يرتد عن دينه، لا يجوز له أن يرتد عن دينه ويقول من أجل التخلص من الإكراه وبعدين أسلم، إلى من تخلصت منهم أسلمت، هذا لا يجوز، لا يجوز. ولا تخفاكم قصة أصحاب الذباب الذي قرب ذبابا، خلوا سبيله فدخل النار، خلوا سبيله فدخل النار. فالذبح للذباب هذا ردة، ارتكبها من أجل أن يتخلص، فالله جل وعلا أدخله النار. فلا يجوز للإنسان أنه يتنازل عن دينه وعقيدته القلبية في قلبه وإيمانه ويقينه من أجل التخلص، يقول من أجل التخلص من الإكراه. الكفار لا يستطيعون السيطرة على القلب ولا يدرون ما في القلب، إذا بقيت على إيمانك هم يدرون ولا يعلمون الغيب، لا حاجة إنك تتحول بقلبك، القلوب بيد الله ولا يطلع عليها إلا الله. وإنما الكفار يريدون الظاهر فقط، يريدون الظاهر ولا يعلمون الغيب ولا يملكون القلوب. نعم. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها،
حتى يعذبه المشركون. نعم. الصورة الأولى ما هي؟ اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك. اكفر لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، ينفذون التعذيب. أما مجرد التهديد فيرى الإمام أحمد في ظاهر كلامه أنه مجرد التهديد لا يبيح له ذلك. نعم. وظاهر كلام أحمد رحمه الله، ظاهر كلام أحمد ولا ما هو بنص؟ ما هو بنص لكنه ظاهر. نعم. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، حتى يعذبوه بالفعل لا بالتهديد فقط. نعم. فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر ويقول حديث عمار، وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد يحتج بحديث عمار، وحديث عمار رضي الله عنه مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني ضربوني ما هو بهددوني. اي نعم. وحديث عمار رضي الله عنه قال مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم، فقال يحيى نريد أن نضربكم يعني هددوكم فقط، تريدون موافقتهم بمجرد التهديد. ظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بعذر، التهديد ليس بعذر. نعم. في مسألة الكفر. نعم. فقال يحيى والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك. ثم أخبر تعالى. نعم. يعني أحمد رحمه الله بموجب هذا الأثر فهم قصة عمار فهما صحيحا، وأما يحيى بن معين المحدث وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله في علم الحديث وهو صديقه، لكن ما أدري ما هي القصة التي حصلت ليحيى بن معين، ما ذكرها، لو تراجع ترجمة يحيى بن معين. نعم. ما هو موافقتهم في نعم موافقتهم للقول بخلق القرآن؟ ما أدري هو يقصد هذا أو ما أدري. هو يحيى بن معين وافق بخلق القرآن؟ يحيى وعلي بن المديني. نعم. أقول يحيى بن معين وعلي بن المديني وافقوهم ظاهرا، الظاهر بمجرد التهديد، بمجرد أن المأمون هددهم والإمام أحمد يضرب ويسحب ولم يوافقهم، ما أخذ بالرخصة تمسكا بدينه. نعم. ما أدري يمكن هذه هي القصة التي حصلت من يحيى رحمه الله، إن في مسألة خلق القرآن، لأن مسألة خلق القرآن تأول فيها بعض العلماء وافقوهم في الظاهر فخلوا عنهم، والإمام أحمد وجماعة من الأئمة امتنعوا، فمنهم من قتل ومنهم من عذب ولم يوافقوهم. لماذا؟ لأن الأمر ما وصل إلى التعذيب وإنما هو تهديد فقط، إنما هو تهديد فقط. والإمام أحمد يقول ما جاء وقت الرخصة إلى الآن. نعم. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مجرد الخوف لا يبيح تنازل عن الدين، ما يبيح التنازل عن الدين، والله جل وعلا يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين،
أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الخوف والخشية إنما تكون لله عز وجل. مجرد الخوف والخشية لا يبيح للإنسان أنه يتنازل عن دينه أو عن شيء منه ولو في الظاهر، ولو في الظاهر. أما في الباطن هذا لا يجوز في حال من الأحوال، لكن في الظاهر ما يجوز يتنازل عن شيء من دينه في الظاهر ويقول أخاف منهم. المنافقون يقولون نخشى، المنافقون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ولم يعذرهم الله بذلك، لم يعذرهم الله بذلك. نعم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. نعم، الله جل وعلا علل هذا في آخر الآية بأنه ليس الحامل لهم الخوف من القتل أو من التعذيب، على أنه مجرد الخوف لا يكفي، لكن ما هو هذا هو الذي دفعهم، ما هو هذا هو الذي دفعهم، الذي دفعهم حب الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يريدون طمع من مطامع الدنيا، يطيعون الكفار ويتنازلون لهم عن دينهم من أجل أن يأخذوا منهم شيئا من الدنيا، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، مع قوله طبع الله على قلوبهم، طبع لا يهدي، يحرمهم من الهداية والعياذ بالله، عقوبة لهم. نعم. وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين. فقال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. نعم، لم يعذرهم بهذا، بل حكم عليهم بالكفر وتوعدهم بأنه لا يهديهم، لا يوفقهم بعد ذلك إلى قبول الحق والتوبة، عقوبة لهم. هذا أشد العقوبة، أشد العقوبة أن الإنسان يفسد قلبه فلا يقبل الهدى بعد ذلك، هذا أعظم عليه من القتل وأعظم عليه من خسارة الدنيا كلها. إذا فقد قلبه ماذا بقي له؟ وعيشه في هذه الحياة شر من عيش البهائم، لأنه يعيش بلا قلب. إن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم هم الغافلون. طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فنتج عن هذا أنهم صاروا غافلين عن آيات الله عز وجل، لا ينتفعون بها، وإن سمعوها يسمعونها مجرد سمع لكن لا يفقهونها ولا ينتفعون بها. نعم. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هم يظنون أنهم في الدنيا حازوا على الغنيمة وعلى السلامة، وعلى فرضنا أنهم حازوا على هذا في الدنيا، لكن هم في الآخرة هم الخاسرون، وما لا ينفعهم ما حصلوا عليه من الدنيا، لأن الدنيا زائلة سريعة الزوال والآخرة باقية، فهم وإن ربحوا في الدنيا إلا أنهم خسروا الآخرة. نعم.
الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم، أهل الكهف فتية كما قال الله جل وعلا، آمنوا بربهم، كان قومهم على الشرك، كان قومهم على الشرك فأنكروا الشرك، ولكنهم خشوا على دينهم من أن الكفار يصرفونهم عن دينهم، فخرجوا من البلد فارين بدينهم، خرجوا من البلد فارين بدينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذا إنكار على قومهم، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم، يعني هل لا يأتون عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني حجة. المشرك ليس له حجة إلا التقليد واتباع الناس على ما هم عليه، ليس له حجة، الحجة على التوحيد ما هي على الشرك. المشرك ليس له حجة أبد إلا شبهات، مجرد شبهات، وإلا فالشرك ليس له حجة أبدا، إنما هي شبهات وتمويهات فقط. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم، فهم لما أشركوا بالله صاروا ظلمة، أعظم الظلم، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. وين يروحون؟ اختاروا أنهم يذهبون إلى كهف، إلى غار، إلى غار يدخلون فيه، يلجؤون فيه ويختفون فيه، يختفون فيه عن قومهم لئلا يخرجوا في طلبهم. وانظر إلى شبه هذا بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما اختفى هو وصاحبه في غار ثور، في غار ثور، حتى انقطع طلب المشركين عنهم. فهؤلاء الفتية اختفوا في هذا الغار من أجل ألا يمسكهم الكفار. ثم أصابهم النوم، بينما هم كذلك أصابهم النوم، أصابهم النوم ومعهم كلبهم، أصابه النوم مثلهم، وبقوا سنين أعلمها إلا الله عز وجل وهم نائمون، والله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تحترق جنوبهم من طول المكث، وطالت شعورهم وطالت أظفارهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم في الغار وهم على هذه الحالة بعد السنين الطويلة وهم نيام ينظرون، واللي يشوفهم يحسبهم مستيقظين وهم نيام، يحسبهم أيقاظ، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ينظرون إلى الداخل وهم نيام. هذا من آيات الله عز وجل. فهؤلاء هم أصحاب الكهف، ولما استيقظوا بعد مدة طويلة 300 سنين وازداد 9 أو أكثر، الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا، لما استيقظوا يحسبون أن توهم لبثنا يوما أو بعض يوم، يحسبون هم ناموا أول النهار
استيقظوا في المساء ويحسبونهم في يومهم لا يزالون. ثم إنهم وجدوا الجوع فأرسلوا من يشتري لهم الطعام، وإذا بالبلد تغير والذين عليه أسلموا والملك أسلم، وهم يظنون الجيل الأول أنه باقي. فلما رأوا هذا الشخص استغربوه، استغربوا هذا الشخص، والنقود اللي معه قديمة، معه ورق يعني نقود من الفضة بيشتريها من ضرب السلطان الأول اللي له قرون. استغرب الناس من جاب هالنقود هذه. فلما أحس أنهم تنبهوا له هرب. لما جاء إلى أصحابه وإذا هم قد ماتوا، إذا الله قد قبض أرواحهم. جاء الناس بأثره فوجدوهم موتى في الغار، تشاوروا ماذا يصنعون بهم كما في آخر القصة في الآية. الشاهد قولهم إنهم يظهروا عليكم، يعني ينتصروا عليكم، يرجموكم لأجل دينكم، أو يعيدوكم في ملتهم، يرجموكم لأجل أن تعودوا إلى ملتهم، أو يقتلوكم بالحجارة. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا، ولن تفلحوا إذن أبدا. إذا رجعتم إلى ملتهم بسبب التهديد وبسبب الضرب فلن تفلحوا إذن أبدا. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن عقيدته في حال من الأحوال، حتى ولو قتل ولو حرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. الإنسان ما يتنازل عن دينه، أما كونه يترخص في الظاهر عند الإكراه هذا شيء آخر، لكن كونه يتنازل عن دينه إلى دين المشركين هذا لا يجوز في حال من الأحوال، حتى ولو قتل ما يتنازل عن دينه. الذي قرب الذباب وخلي سبيله دخل النار لما وافقهم على دينهم، ذبح طاعة لهم دخل النار. نعم. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروهم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم أن يقتلوكم شر قتلة بالرجم، وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم. يعني أنتم بين أمرين: إما أنهم يرجمونكم تموتون تحت الحجارة، أو أنهم يصرفونكم عن دينكم. فإن أطعتموهم وانصرفتم عن الدين تركوكم، وكلا الأمرين صعب. نعم. وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نعم. أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم، أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد وافقتموهم على دينهم، يعني في القلب وفي العقيدة تنازلتم عن عقيدتكم. نعم. أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذن أبدا. لأن المشرك والمرتد لا يفلح أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد؟ هذا يعرض المؤلف رحمه الله بأهل زمانه الذين راسلوا الجيوش الغازية التي هجمت على المسلمين، راسلهم وقال: نحن معكم ونأيدكم ونحن نحملكم وندلكم على الطريق. كيف تكون حال هؤلاء؟ نعم. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه. بعد أن غلبوه وافقهم، إنه لو بقي وافقهم لن يفلح إذن أبدا، يردوكم عن دينكم ولن تفلحوا إذن أبدا. أنتم بين أمرين: إما أن تقتلوا متمسكين بدينكم، وإما أن تبقوا
متخلين عن دينكم، أيهم أحسن، القتل والموت على الدين أو البقاء من غير عقيدة؟ ولن تفلحوا إذا أبدا. نعم. فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم قبل أن يقدموا إلى البلاد؟ راسلهم وهم في بلادهم، سهل لهم الطرق، شجعهم وجرهم على المسلمين. نعم. فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه؟ بل هو الذي شجعهم، هو الذي شجعهم وجرهم على البلاد. نعم. وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. نعم. الدليل السادس عشر. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تدخل آية سورة النحل على الوجوب لمن أكره على الكفر أن يكفر بلسانه من أجل أن يحفظ دمه؟ وهل الذي لم يمتثل للإكراه بالكفر على الوجوب؟ أي نعم. لا، هو وجوب، هذه رخصة، هذه رخصة، إن شاء فعلها وإن شاء بقي على دينه ولو قتل. نعم. وكونه يصبر ويبقى على دينه ولو قتل أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المصنف رحمه الله تعالى لما عطف الظالمين على الكفار في قوله فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، هل يقصد بذلك المسلم الظالم الجائر أم الكافر كفرا أكبر؟ لا، المراد بالظالمين الكفار، والكافرون هم الظالمون، المراد بهم الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين نعم ظلموا، ما نوع الظلم في الآية؟ أهو الظلم الأكبر أم الظلم الأصغر؟ الله يهديك، ما سمعت الكلام. المراد ظلم الكفر وظلم الشرك، ما هو الظلم الأصغر اللي ظلم الناس بأموالهم أو ظلم النفس، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وظلم الناس وظلم العبد لنفسه، أعظمها ظلم الشرك وظلم الكفر، هذا هو المراد الآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المكره وبين الذي خاف من الكفار، مع أن المكره حمله على طاعة الكفار الخوف؟ لا، مجرد الخوف ما يكفي، حتى يهددوه، عند بعض العلماء يهددوه، بعض العلماء كما سمعتم من ظاهر كلام الإمام أحمد أنه ما يكفي حتى التهديد، لا بد من أن يشرعوا في التعذيب، لا بد أنهم يشرعون في تعذيبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقسم بإعجابه باليهود وبعلومهم وما وصلوا إليه وأحقيتهم في ذلك، هل هذه ردة أم موالاة لهم، وما توجيهكم لهؤلاء؟ كيف؟ ما حكم من يقسم بإعجابه باليهود وبعلومهم؟ يقسم؟ شلون يقسم؟ يحلف؟ والله ما أدري. الله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، يعني نفتنهم فيه، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، الآية الأخرى، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فلا يجوز الإنسان يعجب بما عند الكفار ويقول هذول هم اللي على الحق، ولولا أنهم على حق ما توصلوا إلى هذه المخترعات. هذه يا أخي من الاستدراج لهم. فلا تعجبك
زهرة الدنيا التي في أيديهم، لأنها استدراج، استدراج لهم. هذا شيء في القرآن، مذكور في القرآن. نهى الله نبيه أن يعجب بما عند الكفار، وأن يمد عينيه إلى ما عندهم. ورزق ربك خير وأبقى، الرزق القليل الحلال خير من الدنيا الكثيرة والأموال والثروات مع الكفر. القليل من الإيمان والقوت مع الدين خير من الدنيا كلها مع الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا علمنا علما يقينيا أن هناك شركة أو شخصا إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا علمنا علما يقينيا أن هناك شركة أو شخصا بعينه يساعد الكفار المحاربين، أنه تجب علينا مقاطعته، أم أن المقاطعة من صلاحيات الإمام؟ هو هذا من صلاحيات الإمام، المقاطعات التجارية هذه من صلاحيات ولي الأمر، لأنه إذا أمر بالمقاطعة فالرعية كلها تقاطع فيتضرر الكافر. أما إذا قاطعهم الأفراد هذا ما يضرهم، ما يضر الكفار. أنتم بغيت تشري أو ما تشري ما هم سائلين عنك، لكن إذا قاطعتهم الدولة كلها لا شك أنهم يتضررون بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإكراه يكون على الأفعال مثل ما يكون على الأقوال، أم أنه على الأقوال فقط؟ على الأقوال، ظاهر النصوص أنه على الأقوال فقط لا على الأفعال، بدليل قصة الذباب. قصة الذباب هذا فعل ولم يعذر صاحبه. لا يجوز الإنسان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله ويقول أنا مكره، ما يجوز. نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الطبع والرين والإقفال؟ درجات والعياذ بالله. الطبع والران والأقفال، أشدها الأقفال، أشدها الأقفال، أم على قلوب أقفالها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: السكنة في بلاد الكفار من غير حاجة، هل هي من الموالاة لهم برغم من التمسك بالشعائر الدينية الظاهرة؟ أولا الهجرة مطلوبة بلا شك، أن الإنسان يهاجر إلى بلاد المسلمين ويعيش مع المسلمين ويربي أولاده مع أولاد المسلمين في مدارس المسلمين، هذا أمر مطلوب بلا شك. أما وجوب الهجرة هذا على الذي لا يقدر على إظهار دينه،
لا يقدر أن يدعو إلى التوحيد وأن ينكر الشرك. هو بظهار الدين أنك تصلي وتصوم وتسكت فقط، هذا هو ظهار الدين. ظهار الدين أنك تقوم بالدعوة وتبين بطلان الشرك وبطلان ما هم عليه، تدعوهم إلى التوحيد. فإذا تركوك تدعو إلى الله فهذا يظهر الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يرتد المسلم بنيته في قلبه؟ نعم. هل يرتد المسلم بنيته في قلبه أم لا بد من التلفظ بالردة بلسانه؟ سمعتم أن الردة تكون بالقول باللسان، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وتكون الردة بالعقيدة، عقيدة القلب، ولو لم يتلفظ، ولو لم يتلفظ يرتد. إذا اعتقد الكفر والشرك بقلبه فإنه يرتد، وتكون الردة بالفعل، كما لو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بالأموات، إنه يكفر ردة بالقول. وتكون الردة بالشك، كأن يتردد في صحة الإسلام أو عدم صحته، أيهما أحسن، ما عليه الكفار أو ما عليه المسلمون. إذا تردد في قلبه صار مرتدا، لأن هذا شك في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي يرتد وهو متزوج هل يجب عليه أن يجدد العقد إن أسلم وحسن إسلامه وتاب من الردة؟ إذا ارتد وهو متزوج تبقى امرأته في عدة، فإن تاب يفرق بينه وبين زوجته وتبقى امرأته في العدة، فإن تاب في أثناء العدة رجعت إليه، رجعت إليه زوجته. أما إذا استمر على الردة فإن زوجته تبين منه، أو خرجت زوجته من العدة، خرجت زوجته من العدة ولم يتب، فإنها تبين منه، تبين منه بالخروج من العدة. فإن تاب إلى الله وأراد أن يتزوجها بعقد جديد فلا بأس، يتوب إلى الله ويتزوجها بعقد جديد فلا بأس. أما إذا تاب في أثناء العدة ترجع إليه، إذا لم يتب إلا بعد انقضاء العدة فله أن يتزوجها بعقد جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من وافق الكفار ظاهرا دون الباطن ومن غير إكراه يكون كفره أصغر؟ لا، إذا وافقهم بالظاهر من غير إكراه يكون مثلهم وله بأصغر، هذه ردة. نعم. وافقهم على الشرك بالله، على أن المسيح ابن الله، ولا ينكر هذا، يقول هذا دينهم وهذا، والناس أحرار في عقيدتهم والأديان سواء كل بهواه، اللي يرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الضحك وحسن الخلق مع الكفار، وهل هو داخل في الموالاة والتولي لهم؟ أي نعم، إذا كان ضحكك معهم عن مودة هذا يدخل في الموالاة، لأنه فعل ظاهر وفعل باطن بمودتهم. فكونك تضحك لهم مسرورا ومبسوطا معهم هذا لا شك أنه موالاة، نوع من الموالاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أطلق لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وليس حبا للحية، هل يكون ممن كره ما أنزل الله؟ كيف ليس حبا للحية؟ يعني ما يحب السنة، صار اللي ما يحب اللحية ما يحب السنة، ولو قال أنا أحب سنة الرسول، إذا كره اللحية هو يكره السنة، هذا تناقض. نعم. اقتداء بالرسول وهو لا يحب
لا يحب اللحية معناه لا يحب السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إما ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام مشاهدة المباريات الرياضية وتشجيعها والانتماء إليها وتمني فوزها، وقد يكون من بينهم الكفار، فهل يدخل هذا الشعور في موالاة الكفار ومحبتهم؟ إذا أحب أن ينتصر الكافر ولو بالألعاب الرياضية فهذه مودة لهم، إذا أحب أن ينتصروا ولو في الألعاب الرياضية فهذه موالاة لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن المرتد الذي يقول عن نفسه أنا كافر أو أنا يهودي أو لا أؤمن بالإسلام أنه يكفر كفرا عينيا ولا يحتاج إلى قيام الحجة عليه لأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر مختارا بذلك، هل هذا القول صحيح؟ الذي يقول أنا كافر أو أنا يهودي أو أنا لا أؤمن بالإسلام أنه يكفر كفرا عينيا ولا يحتاج إلى قيام الحجة عليه عينيا هكذا. نعم. قال: ولا يحتاج إلى قيام الحجة عليه لأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر مختارا بذلك. شلون يكون مسلم وهو ما فهم الإسلام؟ ما يكون مسلم ما دام أنه فاهم من الإسلام قامت عليه الحجة، ما دام أنه دخل بالإسلام عن اقتناع وعارف معنى الإسلام ثم ارتد قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه عبارة نسمعها ممن يعجب بالكفار أو ينبهر بهم فيقول إنهم مسلمين بلا إسلام، هذا كلام فاسد، ليسوا مسلمين بل هم كفار، نسميهم كفار كما سماهم الله عز وجل لذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في الإكراه في الظاهر سب الله تعالى مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إيش؟ هل يدخل في الإكراه في الظاهر سب الله تعالى مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشد، سب الله أشد، ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة الكافرة؟ نعم. يطلب ما حكم من يتجنس بجنسية يعني الدولة. قصد السائل هل سب الله يرخص فيه عند الإكراه مثل ما يرخص في سب الرسول؟ نعم يرخص في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة الكافرة حيث يطلب منه أن يعترف بالدستور وبالقوانين الوضعية؟ هذه مسألة عرضت على المجمع الفقهي في مكة من زمان ولم يصدروا فيها شيئا لأنها شائكة جدا، لأن اللي تجنس بجنسيتهم يدخل تحت أنظمتهم وحكمهم، لا يجوز هذا. وصادر فيها فتاوى من علماء المغرب قديمة، فتاوى قديمة من علماء المغرب لما استولى الفرنسيون على تونس وعلى بلاد المغرب، تكلم العلماء في هذه المسألة ومنعوا من التجنس بجنسيتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هل معناه أنه منهم في الكفر الأكبر أو في الكفر الأصغر؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قوله من تشبه بقوم فهو منهم أقل ما يدل عليه تحريم التشبه، وإن كان ظاهره الكفر لكن أقل ما يدل عليه تحريم تشبه بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا القول مأثور عن السلف؟ إذا ظهرت الخوارج ففتش عن المرجئة، وما معناه؟ هذه والله ما عمري سمعت هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وجود القبور التي يطاف بها وتعبد من دون الله في الكثير من البلاد الإسلامية اليوم وتفشو فيها المنكرات وانتشار ظاهرة التصوف، هل هذه من أسباب تأخر النصر، نصر الله للمسلمين؟
بلا شك المعاصي، المعاصي اللي دون الشرك ودون الكفر سبب لهزيمة المسلمين. استحلال المعاصي أو فعل المعاصي بدون استحلال، أما الاستحلال هذا كفر، لكن إذا فعلوا المعاصي ظهرت فيهم المعاصي وترك إنكار المنكر، صار ما فيه إنكار منكر ولا أمر بمعروف، وجب عليهم العذاب، استحقوا العذاب من الله عز وجل. فكيف بالكفر والشرك؟ لا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كره المرأة للتعدد ألا يكون هذا من كره ما أنزل الله؟ لا، لو كانت تكره الآية التي فيها فانكحوا ما طاب لكم من النساء تكون ردة، لكن هي تكره التعدد كراهية شخصية، ما هي كراهية دينية، كراهية شخصية وغيرة، غيرة من النساء، هذه ما تصل إلى حد الرد. لكن لو قالت أنا أكره القرآن الذي يبيح التعدد أو أكره الرسول الذي يبيح التعدد، هذه ردة بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.